السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ديزاين استوديو، موقع جميل جدا. كل اللي عليك ان انت تعمله تقول له تمبليت وتبدأ تختار انت عايز تعمل ايه. ما وليكن مثلا عايزين نعمل فلاير لايفنت، فبتضغط هنا بتلاقي كمية كبيرة جدا تقدر تختار اللي انت عايزه وتعدل عليه. مثلا انا عاجبني التصميم دوت، مناسب للحاجة اللي انا عايزها، مجرد تدوس عليه يبدأ يفتحه لك وتبدأ انت تعدل عليه. يوز تمبليت، هيبدأ يفتح، كل عليك ان انت تختار التكست اللي انت عايزه وتبدأ تكتب التكست اللي انت عايزه. يعني وليكن مثلا هابي نيو يير مثلا، او زي ما انت شايف بيكتب عربي وبيكتب انجليزي عادي، مفيش مشكلة. تمام. طيب هنا ممكن تيجي هنا تقول له لا ده احنا خلاص 23. فبسهولة جدا تقدر تعدل من غير ما تحتاج ان انت تسطب برنامج الفوتوشوب او اي حاجة خالص. تقدر ان انت تغير الستايل اللي موجود من ناحية الالوان، تقدر ان انت تعمل ابلود لصورة من عندك من على الجهاز تعدل عليها، تقدر وتضيفها برضو للتمبليت اللي عندك. تقدر تضيف عناصر كتيرة من هنا بسهولة، مجرد ان انت تسحب وتبدأ ان انت تحطها بالشكل دوت، تعدل فيها زي ما انت عايز. فموقع جميل جدا.